افتقر. ثاني شيء، انت كيف توقعت انه الملحد يوافق انه ينام مع اخته؟ يعني انا معانا طيب بس سؤال، انا عام خيول اي ملحد في مشكله واحد نام مع اخته مثلا وين يعني؟ طبعا في مشكله كبيره كذا عند اي انسان مش بس الملحد يعني. وين المشكله؟ طيب في حريه شخصيه يعني، الزنا حلال. انا 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 بعرف ان المؤمنين بيحبوا يناموا مع اخواتهم مثلا، انا بس انا ما اتدخلش ما بيني وبين اخواتهم. احنا نهى الاسلام عن هذا الشيء. انا بس من خلال ملاحظتي، من خلال الملاحظه، من خلال اقبال المسلمين على الكلام في الموضوع ده، بدات استنتج ان المسلمين بيحبوا حكايه ان هم ينام مع اخواتهم، ممكن بسبب الكبت الجنسي. انا كملحد ايه اللي دخلني في ما بينهم؟ ما بدخلش، بس كنت اعمل ايه؟ طيب مهم طالما انت بتنام مع اختك انت كايها المسلم بالتراضي زي ما اولاد ادم ما نطوا على بعض، خلاص يعني ماليش ايش دخلني انا. بس انا لو تسالني عن نفسي كاحمد مثلا، انا عمري ما بشتهي اختي، ولو سالت اي ملحد يقول لك انا ما بشتهيش اختي. المشكله دي عندكم انتم، مين ما اعرفش ليه، يمكن ليها علاقه بالكبت الجنسي مثلا، يمكن ليها علاقه بالكبت الجنسي اللي عندكم مثلا، فالواحد من كتر ما هو مكبوت مثلا. لا لا، شوف استاذ احمد، انت لانك يعني تغذيت من بيئه مسلمه، ربيت ببيئه مسلمه، في عندك هاي العقليه اللي انا عايش في اوروبا مثلا، في مجتمع ما بيناموش مع اخواتهم، ولا بيناموا مع بنات عمهم، ولا بيناموا مع بنات خالاتهم، ما بيناموش مع قرايبهم اصلا. بيحبوا في هذا الشيء منتشر عندهم. لا مش موجود عندهم. لا منتشر عندهم، ما عندهم شيء مانع اصلا انه ما عندهم شيء، مش منتشر عندهم، ما عندهمش كبت، ما عندهمش كبت. تبقى الولد عنده حبيبه من صغره، ما عندهم لا بيعملوا كده مع اخواتهم ولا مع قرايبهم ولا بنات عمهم مثلا ولا بنات خالاتهم، دول بالنسبه لهم كلهم اخواتهم. لا بس المسلمين وضعهم مختلف، اوكي؟ المسلمين عندهم كبت جنسي، فعندهم مشاكل في الاسره، داخل الاسره المسلمه ولا الاسره المسيحيه ولا الاسره اليهوديه، في المجتمعات المتدينه، في المجتمعات المتدينه موجود دايما حكايه المواقعة الايه؟ المحارم او حتى الاغتصاب او حتى التحرش او كده، موجود الاذى ده كله في ليه؟ بسبب الكبت الجنسي، بسبب الكبت الجنسي.